السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بخصوص دروس اللغة الإنجليزية اللي كتخص تانية بكالوريا. الدرس ديالنا بعنوان Expressing Lack of Understanding، يعني كيفاش تعبر على عدم أو نقص الفهم، شي حاجة ما فهمتيهاش. And ask وطلب for clarification، وانك تطلب توضيح، يعني فاش كيقول لك شي واحد شي حاجة وما كتفهمش، كيفاش تعبر لي انك ما فهمتيش مزيان ولا عدم الفهم. and ask for clarification، كيفاش انك تطلب منه توضيح. هلو، how to express lack of understanding، كيفية express تعبير lack عدم او نقص of understanding، كيفية التعبير عن قلة او عدم الفهم. ممكن تقول I don't understand، I don't understand، لا افهم. I can't understand، لا أستطيع أن أفهم، ما نقدرش، ما فهمت. I beg your pardon، كان أعتذر منك. But I don't understand، ولكن ما فهمت. I'm not quite sure، أنا لست متأكد. I'm not sure، quite sure. I know what you mean، أنني عرفت أش كتقصد. You mean، يعني كتقصد. I don't quite see what you mean، ما قدرش نعرف ولا نشوف أشنو كتعني، شنو كتقصد. I'm not sure، لست متأكد. I got your point، أنني فهمت your point، وجهة النظر ديالك. Sorry، آسف. I didn't quite hear what you said، ما قدرش hear، نسمع what you said، شنو قلتي. Sorry، I didn't get your point. Sorry، I didn't get your point، ما فهمتش وجهة النظر ديالك، ما فهمتش الرأي ديالك. دونك هاد العبارات استعملناهم باش نعبروا على قلة او عدم الفهم. قلنا how to express lack of understanding. دابا غنشوفوا كيفاش، كيفية طلب توضيح، how you ask for clarification. يعني هنا عبرتي انك ما فهمتيش ولا عدم الفهم، هنا كيفاش غتطلب بتوضيح. ممكن نقول do you mean that، هل تقصد ان. do you mean that، what do you mean by، ماذا تقصد ب. could you say that again، could you، واش يمكن لك say، تقول that again، تعاود هذا الشيء مره اخرى please. could you repeat، واش يمكن لك تعاود please. Could you clarify that؟ واش يمكن لك clarify، يعني توضح that please. Could you be more explicit؟ واش ممكن تكون أكثر explicit وضوح please. Could you explain؟ واش يمكن لك تشرح what you mean by، ماذا تقصد به. Could you give us؟ واش يمكن لك تعطينا an example، وشي مثال، ولا كتكلم على راسك بوحديتك ممكن تقول لي could you give me، يمكن لك تعطيني an example، يعني شي واحد عطاك شي حاجة ما فهمتيش، قال لك شي عبارات، شي تمرين، شي حاجة، شي معلومة ما فهمتيهاش، ممكن تقول له could you give us an example، واش ممكن تعطينا مثال. دونك هنا شفنا عبارات كيفاش نعبر على قلة أو عدم الفهم، هنا عبارات ديال كيفاش نطلب توضيح، how you ask for clarification. مشيو هنا يا واحد مثال. سامير، good morning Mr. Tyler، good morning، please have a seat، يعني جلس. can I help you، ممكن نساعدك، كيفاش نساعدك. yes I'd like to you، I'd like talk to you، أنا I would talk to you، نتكلم معك about an embarrassing experience، واحد التجربة يعني محرجة. I had this weekend، اللي وقعت لي this weekend، في هذا الويكند. Mr. Tyler، what do you mean by، ماذا تقصد بي. what do you mean by an embarrassing experience. هنا يا Mr. Tyler ما فهمش شنو قصد بتجربة محرجة ولا مزعجة، قال لي what do you mean by an embarrassing experience. هنا سامير غيوضح ليه ويل. I was invited، كنت مدعو معروض، by a friend of mine for dinner، كنت معروض عنده للعشاء. his family was really nice، العائلة ديالو كانت nice، يعني طيبة مزيانين. and hospitable،
hospitable كتعني يعني رحبوا بيا مضيافين. But then something happened. قال لي ولكن but then ولكن من بعد something واحد الشيء happened وقع which made them stare at me. وقعت شي حاجة بقاو كيشوفوا فيا. هنا مستر تايلر مازال ما فهمش مزيان. stare at you كيحدقوا فيك كيشوفوا فيك كيحنزوا فيك كما كنقولوا. I don't quite follow you. I don't quite follow you ما فاهمكش مزيان. يعني هنايا مستر تايلر راه expressing lack of understanding كيعبر على عدم الفهم. Could you be more explicit؟ واش يمكن لك تكون اكثر توضيح؟ هنا مستر تايلر asks for clarification كيطلب توضيح. شنو قال لي؟ Could you be more explicit؟ يعني واش ممكن تكون اكثر توضيح؟ يعني مازال ما فهمش انا مزيان. هنا عاوتاني سمير غيوضح وضح لي. قال لي well actually في الواقع they didn't seem لا يبدو انهم يعني العائله ديال هذا اللي كان معروض عنده to like my burping. burping هي تقرع يعني التجشع يعني هو تقرع. والعائله ديال صاحبه ما تقبلوش هذيك الفكره. يعني هنايا كيشرح لي قال لي well actually they didn't seem to like my burping. ما كانش باين انهم عجبهم فاش تقرعت وانا كنتعشى. هلا ندوزو لواحد الاكزرسايز. fill in the blanks with expressions from the table. عندنا داك the table داك الطابلو اللي شفنا في الاول. غتحاول تاخذ واحد العبارات من تما باش تكمل تملا الفراغ. هنا عندنا واحد دايلوغ واحد الحوار ما بين ساندي. دونك هنا ساندي شنو تقول؟ you know what. هل تعرف ماذا؟ واش في اخبارك؟ ليزا از تو فيسد. is two faced يعني عندها جوج وجوه. and she gossips وكتدير النميمه كتهضر في الناس ولا كت يعني النميمه. جورج سوري. يعني جورج هنا ما فهمش غير خصو يعبر على عدم الفهم ديالو ويطلب بتوضيح. ساندي اي مين اقصد يو كانت تيل هير anything without her telling others about it. يعني هنايا غنحاول نكمل هاد الدايلوغ بواحد العباره هنايا غنستعملها جورج to ask clarification or to express lack of understanding. شنو غيقول ليها؟ for example I don't understand. لا افهم. what do you mean. شنو كتقصدي؟ شنو كتقصدي ان ليزا عندها two faced جوج وجوه and she gossips. ولا ممكن يقول sorry I didn't get your point. سمحي لي I didn't get your point. ما فهمتش وجهة النظر ديالك ما فهمتش هادشي اللي قلتي. could you clarify that. could you واش يمكن لك clarify that انك توضحي هادشي. وغتوضح ليه. شنو تقول لي هي I mean اقصد. ها هي كتوضح. you can't tell her anything. ميمكنش تقول ليها شي حاجة يعني لهاد ليزا without بلا her telling others about it. ميمكنش تقول ليها شي حاجة بلا ما تقولها للآخرين يعني كت تفشي الأسرار. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. نتمنى أن الدرس يكون واضح. كان شي حاجة ما واضحاش خليوها لي في التعليق. بالتوفيق الجميع إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.